إنسانية، بمعنى أنه في عمل تطوعي وفي شعور بالآخرين وفكر بغيرك، وهي المواضيع يجب أن تكون إما طبعا محتضنة أو إما تكون بالسليقة بالفطرة طبعا نتيجة الظروف، وتقاد ذاتيا من قبل الإنسان. وهذا اليوم إن شاء الله راح يكون محور أساسي للحديث من خلال فقرتنا التطوع الذاتي. نعم، وإضافة للي تفضلت فيه خالد، لا شك أنه دائما أي عمل تطوعي خيري إنساني إلا ما يكون فيه هناك سبب او دافع دفع الشخص لانه يقود او يكون مبادر في هذا العمل، عدا عن ممكن اللي هي القيمه الانسانيه الموجوده في ذاته، لكن في هناك ممكن مواقف بتدعم وبتشجع الشخص اكثر على انه يخوض مثل هيك تجارب ويخوض مثل هيك قضايا انسانيه تطوعيه ذاتيه. رح نتعرف على التفاصيل خالد مع مين ضيفنا اليوم؟ مع ضيفنا العم ابو يوسف، اللي بيسعدنا تواجدك في برنامج صباح الخير. صباح الخير ويعطيك العافية أولا. يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين جميعا. هلأ الكل بيحكي أنه مألوف أبو يوسف علينا، بس بدنا نعرف مين بزيادة مين هو، فإحنا حابين من خلالك بطاقة تعريفية من هو العم أبو يوسف. أولا أنا اسمي مصطفى شهاب أبو يوسف، مخيم نور شمس، بشتغل في المهنة الإنسانية اللي حوالي 40 سنة كممرض، والآن بعمل كضابط إسعاف. من خلال صفحتي على الفيسبوك قدرت أنسج خلف الشاشة مجموعة من الإخوان المتطوعين فاعلين الخير، وهذا السبب اللي دفعني لهذا العمل الإنساني. أولا أنا كممرض كمهنة إنسانية، ثاني حاجة أنا أصبت في مرض ابني فترة طويلة، يعني حوالي 10-15 سنة وأنا براجع في الداخل الفلسطيني، دفعني أكثر إني أنا أساعد الناس مثل الناس ما وقفت معي في محنتي. نعم، يعني عمي أبو يوسف عشان نوضح للمشاهدين أكثر والمستمعين، إيش طبيعة العمل التطوعي اللي أنت بتقوم فيه وكم إلك صراحة في هذا المجال؟ أولا بدايتي أنا كمتطوع طوعت دم 28 مرة، تبرعت خلال مسيرة حياتي دم للمحتاجين. هذا جانب. الجانب الثاني بجوز إلي سنوات طويلة بهذا العمل، بس بالفترة الأخيرة من حوالي 6 سنوات وجاي إذا مش أكثر، فقط أنا متطوع للجانب الإنساني، للمريض، للإنسان، فقط للإنسان، بغض النظر مين هو، من عندي من طول كرم، من أريحة، من الخليل، من مكان الضفة الغربية فيما يتعلق. أحيانا بتوصلني مناشدات من الأردن، تخيل في إن جماعتنا بالأردن بنوديهم بروحوا بيعملوا هذا العمل التطوعي. جميل جدا. طب حتى نفصل أكثر بصراحة، صفحة على الفيسبوك، صفحتي على الفيسبوك. حلو. من خلال صفحتي بتوصلني مناشدات. من خلال هذه المناشدات أنا بتحرى الوضع انه هل هذا صحيح ام صحيح، انا بنشرها زي ما توصلني المناشده، بعمل انتر على الفيسبوك، صفحتي بتروح ل 1850 متبرع. انا بعرفهمش فيس تو فيس، انا ما بعرفهم. بعمل انتر بتروح عليهم بشوفوها، اللي عنده بيودي. اما بيجوا شخصيا على المريض منهم له راس لراس، او بيودوا لي الادويه احيانا اذا كانوا بالشمال بيودوا لي اياها عن طريق سيارات جنين، بيودوا لي اياها لطول. نعم. كرم، وانا بوصلها بدوري للمريض. نعم. عمي هناك فئه معينه او مش فئه معينه، هي الفئه الاكثر اللي ممكن انت بتقدم لها مساعدات اللي هي مرضى السكري. صراحه يعني شو سبب انه هي اكثر شيء يعني، ولا لانه هي اكثر شيء بيجيها مناشدات من قبل الناس؟ لا، إصابة السكر وخصوصا الأطفال. يعني أنا هذا بالنسبة للسكري، للتوضيح، للسكري فقط لسكري الأطفال. نعم. السكري عادة كثير، بس لسكري الأطفال بالتحديد. الطفل بيوجعك. الطفل بيوجعك لما يكون 4 سنين 5 سنين 6 سنين، موصل عنده السكري حوالي 400 أو أقل، بدنا إشي يضبطه. فمن خلال صفحتي، بعيد بكرر مشان لكل الإخوان اللي بيستعملوا صفحات الفيسبوك يعرفوا كيف يديروا هذه الصفحات. من خلال صفحتي قدرت أنسج علاقة مع مؤسسات وجمعيات في الداخل الفلسطيني، مثل جمعية الشجعان للسكري، سكري الأطفال، هذول متخصصين لسكري الأطفال. في الناصري جمعية فكر بغيرك، اللي هي
بكفر قرع، جمعية رواد اللي هي بأم الفحم، هدول الناس متخصصين للأطفال للطفولة. فمن خلالهم استطعت السنة الماضية بفضل الله ان نركب 4 مضخات انسولين للاطفال. غدرة هذه المضخات تنزل نسبة التراكم عند الاطفال، بعد ما كان التراكم 10 و11 ودنيا نزلت الان النسبة. هذه المؤسسات تكفلت بالمضخات وبالبودات اللي بتوضع على اياد الاطفال، كفلت بيهم كل شهر بتودي لهم الحصة تبعتهم، موجودة عندي 5 أطفال بطول كرم. طب عم أبو يوسف، أنت ما لا تعتمد طبعا على موضوع الدعم المالي إطلاقا، صحيح؟ الدعم المالي ما إلى علاقة فيه نهائي، حتى وإن توجه أحدهم إنه روح منك للشخص اللي أنت بدك تودي له. أنا برا بعطيه رقمه، بعطيه كذا، توصل انت وياه. كثير من الناس بتيجي بتجيب ادويه وبتيجي على بيت المريض، بعطيه الدواء شو اللي بده يعطيه هو حر، بس انا ما لي علاقه في الناحيه الماديه. انا علاقتي في الناحيه الانسانيه. بعدين من 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 عملي ايضا بيجيني كراسي متحركه، بيجيني ووكرات، بيجيني عكاكيز، بيجيني فرشات هواء، بيجيني اسره، كل هذه بتروح للناس. يعني الناس بتيجي بتاخد احتياجاتها من عندي، فرشات هواء موجود، الناس بتيجي بتاخد من عندي هذه الامور. ايضا بالفتره الاخيره اشتغلنا بمشروع اللي هو الكانسر، اللي هو تعون السرطان، اللي هو لزكات السرطان اللي بتيجي على الجنب. اللي طبعا الصحه مش مكسره، بتعطيهم حوالي 15 لزكة بالشهر، طبعا بيكونش انا بيجوا عندي بزودهم بيها بعطيهم اياها. خدماتي من الخليل، بيت لحم، أريحة، مرونة بنابلس، جنين، طول كرم، قلقيلية. أنا من هون عبر صفحتي بعيد وبكرر لكل اللي بيستعمل صفحات الفيسبوك، يا جماعة الخير الفيسبوك ممكن أنت تشتغل فيه كل اللي بدك إياه للصالح العام وللصالح المجتمعي. هذا الحكي من خلال صفحتي على الفيسبوك. بصراحة عم أبو يوسف، في كثير صفحات على الفيسبوك، في البعض ماشي أوكي نجح وفي بعض لم ينجح. السر نكهة أبو يوسف، وأنه أوكي في عنا 1850 واحد بيتعاطوا مع أبو يوسف، بيقدموا الدعم، سواء حكيت إنه تحت الهواء من الأردن أو من برا، كله بيتواصل إنه وين بدي أوصل الأدوية، وين بدي أوصل الأسر إلى ما ذلك. إيش هذا السر وإيش النكهة اللي حاطت لها إياها بصراحة؟ في مثل بقولوا في الفلاحين الملاف السعد، وفي فن الخطابة، فن الخطابة كيف تتعامل مع الطرف الآخر هون، وفي العصف الذهني كيف أنت ممكن تطلع. يعني في ناس كثير بيقول لك أنا بعتذر منك، لكن خلال محادثتي معه إن كان حكى معي على التليفون أو إن كان حكى معي على الفيسبوك كتابة أو على المسنجر أو هذاك، بعد لحظات بتلاقي رجع بيقول لي أنا بدي أقدم 1 2 3. فهمت علي؟ فهي لا، هي العلاقة، هي طريقة كيف انت تتعامل مع الطرف الآخر. والتأكيد على كلامه خالد، أضيف شغلة إنه أكد كثير على موضوع الفيسبوك وصفحته اللي هو أصلاً يعني بتواصل فيها مع المتبرعين وأيضاً الناس اللي بحاجة. أنا أصلاً تواصلت معه ولصقت معه عن طريق الفيسبوك، ما كنت بعرف رقمه يعني من خلال الفيسبوك. عمي يعني حابة أسأل سؤال، إنه أكيد هذا الجهد اللي ما شاء الله اللي بتقوم فيه، وإنه يعني في جهات كثير أنت عم تتعامل معها وتتواصل معها ومن خارج طول كرم، إلا ما يكون في هناك يعني جهود بتشاركك خاصة في الأسرة، في الأسرة عند حضرتك، فكيف هاي الجهود ممكن تتوزع؟ عندي في الدار أنا لحالي بقدرش أقوم بالحمل كله. عندي ابني مثلا، عندي ابني كل شيء اللي هو الأسرة ووكرات دنيا شغلات هو هي له. يعني بتيجي بتسأليني بتقولي لي يا أبو يوسف في عرباي، بقول لك هاي رقمه لعمران اتصلي بيه. في شغلات نسائية زوجتي هي اللي بتروح بتودي أو بتتواصل مع العنصر النسائي، لأنه أنا بقدرش أقوم بكل الحمل، فأنا وأسرتي أنا وزوجتي وأولادي إحنا اللي قائمين بهذا العمل الذات الفردي، ولا أي مؤسسة داعمتنا ولا أي حاجة بفضل الله تعالى. وهون نقطة أبو يوسف بصراحة، إنه قديش بتشوف إنه الإنسان هو خلق متطوع ذاتي بصراحة، وليس بحاجة لمظلة ولا لمؤسسة ولا لفصيل ولا لسين ولا لجيم ولا لكل أرقام التسلسل والرموز. أخلت في الله جل في علاه أنزل في سورة، أنزل 57 مرة كلمة إنسان، وأنزل سورة الإنسان
ألا جدير بنا أن لا نتعامل بإنسانية؟ هذا هاي هون بالنهاية. بالنهاية أنت تتعامل مع إنسان بغض النظر مين، من أي بلد، تقول لي من طول كرم على راسي بشتغل مع طول كرم، لكن أجتني من بيت لحم من الخليل، أطفال اتصلوا بي على الفيسبوك، عمو احنا عندنا سكري خوات تنتين وهو إلى آخره، على راسي حضرت لهم لمدة 6 شهور، أجتني من شهر 6 السنة الماضية لشهر 12، أمنت لهم إياهم بالمواصلات بغض النظر، بحط من جيبتي، بخسر جهدا وماديا، لكن بفضل الله الله معوضني معوضني بمحبة الناس. نعم يعني ربنا يديم عليك الصحة والعافية وعلى أسرتك كمان اللي بتقوم بهذا الجهد الإنساني الرائع، وإن شاء الله الكل يأخذ هاي العبرة وهاي التجربة اللي رائعة في الإنسانية. تفضل عمي. في نهاية حديثي، بكرة احنا عند مؤسسة الشجعان بالناصرة تكفلت هاي السنة بال2018 بتركيب 30 مضخة ل30 طفل، 30 مضخة ل30 طفل خلال عام 2018. الآن بكرة حيختاروا 6 أطفال، اختاروا 6 أطفال بمحافظة طول كرم، ما عدا طفلي من منطقة جنين من صنور حتكونوا بكرة حيكونوا عندي مؤسسة جمعية الشجعان مع الطاقم حوالي 30 نفر، حيكونوا عندي بكرة في مخيم نور شمس بقاعة حيفا، مشان يقعدوا كجلسة مبدئية مع هذول الأطفال وفهموا عملهم. بعدين خلال شهر 2 إن شاء الله، في نهاية شهر 2 حنطلع على نابلس نركب لهم المضخات بحول الله تعالى. وبعيد هاي المؤسسة مكفلة بالمضخات والأنسولين والبدات، بحيث إنه كل 10 بدات، شوف خل تكلفة على 10 بدات اللي بتركب للأطفال حقها 1650 شكل شهريا للطفل. فالمؤسسة هي مغطية كل حاجة، وإن شاء الله رب العالمين. شكرا لكم تلفزيون الفجر الجديد، وشكرا لهذا اللقاء المميز. شكرا لك عم مصطفى شهاب ابو يوسف، ويا ريت كل الشباب تكون بروح الشباب اللي لدى ابو يوسف بالتاكيد بهذا العمل التطوعي الذاتي لتقديم الخدمه لكافه افراد المجتمع، تحديدا في القضايا الانسانيه. كل واحد منا قادر على تقديم شيء ولو بسيط، هذا الشيء البسيط بيفرق كثير بحياة الآخرين، لأنه ممكن يكون دافع وحافز لإنجاز أو لسد رمق، أو حتى طبعا للتخلص من بعض الظروف والفجوات اللي بتصيب حياة البشرية هنا وهناك.